هذا يسأل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة: حجر ما مررت عليه إلا قال السلام عليك يا رسول الله. فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يكلمه الحجر والجماد، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومعجزات الرسل كثيرة وهي خوارق للعادات. نعم.